في شأن آخر، هنأت الولايات المتحدة مصر لرئاستها للاتحاد الأفريقي معربة عن تطلعها للعمل معها في من أجل الاستقرار وازدهار القارة الأفريقية. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالدينو إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع مصر على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إقامة قارة أفريقية مستقرة ومزدهرة، ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مواصلة العمل مع الاتحاد حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك لتشمل توسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز الأمن وتوطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا.